ضيفنا في الاستوديو عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان. سيد عصام، يعني لربما كان التصفيق في قاعة الكونغرس أكبر بكثير من عدد الكلمات التي قالها نتنياهو، شاهدنا وعدد مرات الوقوف في الحقيقة أيضا لما قاله نتنياهو. والسؤال هو، ما الجديد الذي جاء به نتنياهو؟ نحن أمام مشهد ستريبتيز عنصري سياسي بكل معنى الكلمة، في شو أمام جمهور هو نفسه جمهور يقدم خطاب دم. هم أحفاد بالمناسبة الحاضرون، والآن يعني قبل تفكيك ما ورد في كلمة نتنياهو، نحن أمام يعني أعضاء الموجودين الجمهور في الشو في العرض المسرحي القائم، هم أحفاد من قتلوا 19 مليون هندي أحمر، هم من قتلوا 15% من الفيتناميين، هم من قتلوا مئات الآلاف إن لم يكن أكثر من مليون أو اثنين من العراقيين. بالتالي يعني الخطاب هو خطاب دم أمام مشهد مسرحي. ثم الملاحظ، وأنا أستمع إلى الكلمة، يعني حضر في ذهني مباشرة خطابات الحزب الاشتراكي الألماني عشية الحرب في البوندستاغ، استخدام لغة الجسد، أحيانا السبابة ثم قبضة اليد ثم الاقتراب من المايك والابتعاد عنه، كلها حركات مسرحية بهلوانية قام بها نتنياهو. احنا أمام خطاب بذاته يشكل سبب لاعتقال نتنياهو في طريق عودته، لأنه خطاب عنصري استعلائي أباح الدم، وهو نفس الخطاب الذي قدم عشية 7 أكتوبر أو في الأسبوع الأول من 7 أكتوبر. هناك محور شر ومحور خير، هناك أبناء النور وأبناء الظلام، وبالتالي إعطاء المبرر الأخلاقي لاستباحة الدم الفلسطيني، ولكن هذه المرة هو بحاجة إلى هذا الغطاء من قبل أعضاء الكونغرس الذين دعوه على أي حال. وهناك من هم ملكيون أكثر من الملك في حالة الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ما تفضلت به، يعني هذا المشهد المسرحي مرة أخرى من جمهور يعني لم يعطي حتى نتنياهو فرصة للحديث، يقومون ويجلسون، وأعتقد هو أقرب لإظهار يعني ما هو شكلاني في شكل العلاقة مع إسرائيل. يعني هنا نتساءل سيد عصام، من يقود من في الحقيقة هذا المظهر؟ يعني لم نشاهد أعضاء الكنيسة كما كنا نتحدث تصفق لنتنياهو، نعم، مثل نعم، ما صفق نعم، أعضاء الكونغرس، نعم. يعني وكأنه اليوم بات نتنياهو كهناك صورة بأنه هو الذي يأمر، هو الذي يقرر ويتدخل حتى في السياسات الولايات المتحدة الأمريكية، ربما أبالغ يعني، ولكن المشهد كان يوحي بذلك. هو حقيقة نحن أمام خطاب واضح، هو خطاب اغتيال للحقيقة، وهو خطاب ليس ابتدع اليوم، وخطاب اغتيال الحقيقة يبدأ أولا في إدراك أن هناك حقيقة على أرض الواقع، أن ما تقوم به إسرائيل هي جرائم حرب وهي جريمة إبادة وهي تحتل الأراضي الفلسطينية، وثم هناك تزييف لذلك الخطاب، هذه الحقائق وصنع خطاب آخر. ومشكلة تزييف الحقيقة أنها بحاجة إلى تمثلات واقعية، وبالتالي جعل من هذه الأكذوبة ما هو واقعي بحيث يكون مجال لتصديقها من كثيرين. وبالتالي نحن نتحدث عن خطاب يضع العالم أمام محورين، ما بين ثقافة استعلائية عنصرية هي الثقافة الغربية، وثقافة أخرى هي ثقافة منحطة أدنى، وهذه الثقافة الأدنى كل من منتسبوها